استاذه زينب تتفضل. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فرحانه جدا اني كلمتك وبحب البرنامج بتاعك قوي. ربنا يعزك ويزيدك نور وبركه. بس لو سمحت عاوز اسال حضرتك على حاجه. اتفضل. ايه حكم الشرع وحكم ربنا في الاب اللي بيتهم بنته بالزنا وبرضك مش يعني هو اتهاماته باطله جدا، اتهاماته باطله بدون وجه حق، بنته وزوجته بيتهمهم بالزنا فاقل مشكله تواجههم في حياته. طيب انا برضك في نفس الوقت بيتهم ولاد الرجاله اللي بيشتغلوا وعندهم بيوت بيتهمهم بالشواذ وبيتهمهم اتهامات باطله جدا جدا. عنده كم سنه؟ عنده كم سنه؟ عنده 62 سنه بس الموضوع دوت في دماغه بقاله اكثر من 20 سنه. طيب يا ست، يعني هو يعني زوجته عايشه ولا مات؟ زوجته عايشه موجوده وبتاخد منه مواقف وفي اقل موقف وبياخدها في الطريق وبياخدها في الطريق. هي رخره في مساله الاتهامات دي ولا هي لا؟ اول حاجه اتهمها هي الاول. يلا بالانا والشفا. بصي يا ست، انت عايزاني اقول لك ايه حكمه واقول لك تعملي ايه؟ طيب، لان اولا اتهاماته باطله جدا وما حصلتش. طيب، وملهاش اي وجود من الاسف. سيدة زينب أيوة. انت عايزاني بقى اقول لك ايه حكمه وازاي تتعاملوا معاه، صح؟ ازاي نتعامل معاه، لان المشكله ابتدت ان هي هتخرب بيوتنا احنا. طيب خلاص، تخليني بقى اجاوب السؤال الثاني قبل السؤال الاولاني، ازاي تتعاملوا معاه. بصي يا بنتي، اول حاجه الراجل ده، الاب ده، لازم يروح لدكتور نفساني على طول. ده عنده حاجه اسمها ضلالات، فالراجل ده لازم يروح، ودي مشهورة جدا، ده مشهور جدا جدا جدا، فهو مريض نفسي. وإحنا بس عشان إحنا عندنا مشكلة، إحنا عندنا لإما الراجل ده راجل مشي بطال وبيتهم الناس بالمشي البطال، لإما عنده عفاريت. لا، في حاجة تالتة خالص، إن الراجل ده مريض نفسي. ولذلك أنا سألتك على طول، قلت لك طب وزوجته عمل فيها إيه؟ بيبقى هو دايما شايف ان هم واخدين من الموقف ده عشان هم ناس مش طاهرين. طب البنات الام وقلنا بتزني، والبنات وقلنا بتزني، طب والرجاله بيزنوا خلاص؟ ما لو احنا في صعيد ولا ما اعرفش ايه برضو، ده مش ايه، قال لك يبقى شذوذ، اعوذ بالله. يبقى الحل هو ايه؟ العرض على الطبيب النفسي في اسرع وقت. طب وفي الحالة دي ايه بقى؟ هنحسن اليه، لانه مريض، فهو مريض يحتاج الحكم الشرعي بتاعه انه هو يروح يتعرض على مريض، على دكتور طبيب نفسي بسرعة، لان دوت واضح فيه جدا جدا المرض النفسي.